من القلعة الحمراء نروح لنادي الزمالك ونبدأ كده من عند سيف فاروق جعفر لاعب خط وسط فريق نادي الزمالك. ويعني استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة. هيوقع اللاعب على عقد جديد مع النادي علشان بقى يصدى الاستطار تماما على الملف ده. جاء القرار طبعا بتجديد اللاعب من قبل إدارة نادي الزمالك بعد الرجوع لأوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك وأكد تمسكه باللاعب يعني والوريث الشرعي لخط نص نادي الزمالك الفترة اللي جاية، وأنه اللاعب من اللاعب المهمين، وقال هو سنه صغير الفترة الحالية وهنستفيد منه بشكل كبير جدا في الفترة القادمة. قال لازم يكون في ضرورة لتجديد عقد سيف فاروق جعفر اللي هينتهي بنهاية الموسم الحالي. وعلى فكرة اللاعب كان يحق له أنه هو يوقع لأي نادي من يناير الماضي، وجاي له عروض على فكرة كتيرة جدا، يمكن أبرزها واللي الناس اتكلمت عنه كتير الفترة اللي فاتت هو العرض من بيراميدز، وكمان في عروض خليجية، ولكن اللاعب فضل يكون في بيته نادي الزمالك.